عليكم حبيباتي اللي كيدايرين لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويبقىكم هذا الفيديو بصحه جيده يا ربي. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم جيت نشارك معكم الميك اب اللي درت للصديقه ديالي. كان عندها مناسبه وطلبتني ندير ليها ميك اب، وقلت لابد اني نشارك مع البنات ديالي. كيف ما كتشوفوا ميك اب خفيف وسهل بزاف وما فيهش بزاف ديال الحوايج. المهم البنات، ما غاديش نطول عليكم بزاف لا فيديو، ما غاديش نعطيكم لي زيتاب كاملين اللي كندير انا في الميكاب، غادي نحاول نشارك معكم واخا غير واحد شي شويه تستفدوا معايا. البنات المبتدئات اللي ما كيعرفوش يديروا المكياج، نحاول اني نشارك معكم شويه وتستفدوا معايا. المهم اول حاجه درتها قبل ما ندير البرايمر، ديماكيت الوجه وغسلت الوجه ديالها مزيان من ليكرون او من الغبره او من اي حاجه. المهم درنا البرايمر، حاولت انني ندير ليه على ان بيتي مودلاج الوجه باش تشربوا لابو مزيان. هي اصلا ديجا لابو ديالها دهنيه، مي درت ليها البرايمر اللي غادي يجي مع البشره ديالها. خدمت ليها الفون دو تان ديال هدى بيوتي، ميكسيته شويه مع ماك. حاولت انني ندير واحد الميكس اللي خفيف لان كانت هي عندها مناسبه، دونك ضروري انني خاصني ندير كيف ما قلت لكم ديجا الميك اب اللي كيكون ديال المناسبات من غير على الميك اب اللي كيكون خفيف وديال النهار. كيف ما كتشوفوا هنا كيما قلت لكم ميكسي جوج ديال لي فون دو تان هدى بيوتي مع ماك، خدمتهم بلابغوس كيف ما شفتوا في لا فيديو. كنفضل انني ندير لابغوس عاد نخدم البيوتي بلاندر باش تسرح لي في الوجه كامل. هنايا كندير البيوتي بلاندر اي ابري خديت الكونسيلر ديال ايسانس، خدمت به غنخدم به كاونتي سيرن او ميم طون ككونتور. غادي نحاول نديرو في البلايص اللي بغيتهم يتفتحوا لي في الوجه. كيف ما شفتوا خدمته غير في القنيتات ديال الوجه وتحت الفم وفي الجبهه وشويه فوق النيف، لان ابري غادي نعاود ندير الباودر اللي غادي تعاوني. هنايا خديت الكونتورينغ ديال نيكست، هو باش خدمت حاولت انني نديرو باش نطلع عليها شويه الحنيكات. درت في واحد الثقيبه ديال لانها من التحت، حاولت نخدم لها شويه القنينفات والنيف، ما كثرتش بزاف كيف ما كتشوفوا، درتو شي شويه غير من الجنيبات ديال الحواج. والجبهه ديجا عندها صغيره، دونك ما يمكنش لي انني نزيد نصغرها ليها اكثر، غادي تبان مسدوده. دونك درت غير شي شويه غير على حساب داك البرونز اللي كيعطي. وخديت جوج ديال لي بيوتي بلاندر ماشي وحده البنات باش ما يتخربقش ليكم اللون، حيت ملي كنخدم بواحد البيوتي بلاندر الكونتورين كامل كيخسر لينا الوجه، كيولي الوجه كامل سمر، داك البرونز كيتخلط لينا مع الوجه، دونك كيولي عندنا الروينه. فكنخدم بجوج، الا لاحظتوا وحده عندي ديال البرونزاج في الغوز والاخرى في لو فيغ كيف ما كتشوفوا. هنايا كنحاول اني نكسي لو كونتورينغ، انا كنفضل اني نخدم الوجه كامل عاد باش نخدم العينين، كيجيني اسهل. ملي كنسالي العينين عاد كنبدا ندير نيتواياج ديالي في الاخر. هنا خديت البانانا باودر ترانسبارون كما شفتوا، هنايا هذه ترانسبارون حتى الاخر. ملي كنسالي الماكياج ديالي كامل هنا كنثبت غير الفون دو غير عفوا الكونسيلر، و كنحمي تحت العين من لي فارا بوبيير ومن باش ما يتوسخش ليا. وانتم عارفين الفون دو طون ديجا كيشد اي حاجه كطيح عليه كيف ما شفتوا، وهذا مثبت للكونسيلر والفون دو طون، يعني كيتثبت اكثر من لا بودغ العاديه كيف ما شفتوا. حاولت ندير غير في البلايص اللي بغيتهم يتفتحوا، واخا هو ترانسبارون كيف ما قلت لكم، مي راه كيتثبت البلاصه اللي بغيتها تبقى فاتحه كتثبت ليا مزيان، ما كيخليهاش تحيد بسهوله، وهي كما قلت لكم ديالها دهنيه. دونك هاد البودر انا خديتها من ماك، الا شفتوا راه ماشي نفس لابو ماشي نفس لابغوس باش درت الفون دو طون، هما جوجات كيتشابهوا. هنايا من بعد ما درت لابو خليت الوجه كيما هو، غادي نخدم دابا العينين والرموش وكل شيء والحجبان وكل شيء، عاد نرجع نحاول انني ندير نيتواياج بلا بودر. هنايا خديت الفيكساتور ديال الحجبان كيف ما شفتوا، هنا كنفيكسي به الحجبان ديالي يابخي غادي ندوز نتراسيهم. كيما شفتوا البنات هنا بديت كنتراسي الحجبان، انا ما كنديرش التراساج من القدام، هنايا خديت كنتراسي غير بالبانسو ما كنديرش القلم. في القنت ديال الحاجب كنحاول انني ندير الكميه الكافيه اللي غادي تكفيني الحاجب فقط، ماشي باش نغلقوا اللون مي باش نعمروا البلايص اللي خاويين. كيف ما كتشوفوا انا كنرسم من الشعره ديال الخلفه ديال الحاجب كما كنقولوا،
كندير غير من التحت، ملي كنرسم الحجم كامل عاد كنحاول نعمر غير البلايص اللي خاويين، ما كنديروش زعما داك لا كولور اللي كتكون غامقه وكتقمروني الدنيا. المهم ابري درت الكونسيلر، جبت واحد شويه الكونسيلر باش ننظف تحت الحجم. كيف ما كتشوفوا ضروري اننا ننظفوا تحت الحجم، انا ضروري كيوقع لينا غلط، كيتوسخوا كيهبط تهرب لينا البانسو، كنديروا شي مصيبه كحله. دونك ضروري اننا خصنا نقيو. من بعد خديت الكونسيلر درته فوق العين كما كتشوفوا معايا دابا، كنحاول اني نتعطل في الهضره باش نجيب لكم مونتاج باش تفهموا معايا بلي زيتاب كاملين. انا خديت الكونسيلر درته فوق العين، حطيته بواحد الطريقه اللي عشوائيه، هي انني من بعد غادي نعاود نخدمه بالبيوتي بلاندر. هنا حطيت غير فوق العين، ما هبطتش نهائيا جهه الجناب فين كاينه لا بودغ باش داكشي ما يتعصدش لينا. كيف ما شفتوا انا خديت البيوتي بلاندر حاولت ندوز عليه وخديت البانسو اللي انا دايره به ديجا لا بودغ، ما درتش فيه البودغ كيف ما هو، دوزت غير فوق العين باش تنشف ليا من داك الفون دو طون. انا فاش غادي نخدموا الاي شادو فوق الفونديشن راه غادي ترول لينا الدنيا ويولي داكشي معصد. المهم خديت واحد لا كولور اللي هي شويه مات غير باش نديرها في لاباز ديال العين، حطيتها على العين كامله كيف ما كتشوفوا، خديتها كنخدم على شكل على طريقه دائريه، ما درتش ما كنحطش بشويه بشويه، وبانسو كيكون عريض ديال الدمج اللي هو ديجا كيكون بانسو ديال الدمج. ان شاء الله فيديو اخر نعاود نشارك معكم لي بانسو ديال الميك اب ان شاء الله مره اخرى. وهنايا هي طلبت مني شي حاجه تكون ماغوز ما موف ما اللي يكون الالوان يكونوا ميكست، وبغات شويه يكون جليتر يعني شويه يكون كيبري، ما يكونش مات بزاف. دونك انا قليل صراحه فاش كنخدم اللي كيكون بغيون، ما عنديش فيه ماشي محترفه فيه، لان ماشي اي واحد غادي يخدمه كيف ما شفتوا. المهم خدمت ليها شويه غوز على موف، ميكسيت لي كولور تعطوني هذا اللون هذا، خديت شويه ديال لي كولور الجليتر، خديت غوز على بيض هو اللي كنخدم لها دابا فوق عينيها كيف ما كتشوفوا. حاولت نديرو ليها في البلاصه اللي خليتها مفاتحه كيف ما شفتوا. يا ابري هاد المره الثانيه اللي خديت فيها البانسو انا راه خديت لا كولور الموف هو اللي درت ليها من الجنيبات. الميك اب اللي كندير دائما الريم كنديروا ليها كلاغ، ما كنديرش ليها الكحل، كنكحل ليها بالبيض. اليوم قلت لها غادي نبدلو شي شويه وغادي ندير لك الكحل. كيف ما شفتوا انا درت الكحل ودرت الايلاينر ودرت الماسكارا، وكان كيسحب لي بلي انا كنصور للاسف الكاميرا وقفت ليا، دونك ما قدرتش اني نصور لكم كل شيء. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال العينين ملي ساليتهم. عاود خديت لا بودغ كما قلت لكم البنات، خديت لا بودغ لا كولور اللي شويه كانت فاتحه على اللون ديال البشره ديالها، بيت لها شويه بها تحت العينين ودوزتها على البلايص اللي بغيتهم يتفتحوا ومن العنق. وهذا جيت عاود خديت لا كولور ديال الفراجو، خديت فراجو شويه برونزي اللي درته فوق الكونتورينغ، وغادي نحاول انني نهرس به ديك لا بودغ وداك الفون دو تان وداك البيوضه وداك الشيء كامل. كيف ما كتشوفوا الطريقه باش كندوزو على الوجه، حاولت اني نخفف يدي على لا بروس باش نحيدو غير ديك كثرت لي بودغ وكثرت داك الشيء كامل اللي درتو. عاد خديت واحد لابغوس هذه خديتها من ماك اللي كتكون ديال الفراجو زوينه بزاف، درت فيها فواحد لو روز فيولي شويه باش نهرس به داك دوك لي كولور كاملين اللي درنا. كيف ما شفتوا عاد خدمت به على طريقه الفراجو الحنيكات ديالها كاملين، وهرست به شويه لا كولور ديال النيف. ايوا دوزنا دنا لاخر مرحله هي ديال الهايلايتر. كيف ما شفتوا درت ليها شويه قوي، لان كما قلت لكم عندها مناسبه كيف ما كتشوفوا، عاطي شويه للعين. بالنسبه للرموش البنات بغيت نقول لكم هي مركبه الرموش، درنا غير ماسكارا، ماسكارا خلطت ليها جوج، وحده ديال ايسونس وحده ديال كيكو، دونك ميكسيتهم ليها بجوج كيكو واش نيت قلتها مقاده ولا ما قلتهاش مقاده، دونك راه ميكسيتهم بجوج درتهم. انا ما غاديش نبدل في المونتاج، انا يا صافي ولتوما وليتو ديالي وانا وليت ديالكم، صافي غادي تقبلوا عليا كيما انا وغادي تفهموا داكشي اللي بغيت نوصل لكم. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الميك اب اللي درت لصاحبتي. الحمد لله عجبها الميك اب بزاف وفرحات به، وكيف ما شفتوا في الغوج على درنا غير واحد الغوز اللي خفيف بزاف لان العينين ديجا شويه كتارين. هذا هو اللوك اللي درت معاها اليوم، ان شاء الله مره اخرى منين نعاود ندير شي لوك اخر غادي نشاركوا معكم. البنات اللي بغاو يتعلموا الماكياج خليوا لي ميساج في الانستغرام، هو هذا ذهب فلوق، دخلوا للانستغرام ديالي وتابوناو عندي، وما تنساوش حتى تابوناو وتضغطوا على الجرس في لاشين يوتيوب هاد لاشين عدو بالله مشي طراجي، وما تنساوش لايك وكومنتر، وما تنسونيش بالدعم ديالكم حبايبي، كنحماق عليكم، بيزو.